نحن أمام الحقيقة انتخابات برلمانية ذات طابع خاص لأنها تستكمل خريطة الطريق، ذات طابع خاص لأنها حقيقة الشعب المصري يأمل فيها الكثير، عليها مهام جسام خلال الفترة القادمة في تشريعات قوانين جديدة الدستور المصري ينص عليها ويطلب من البرلمان أن يقوم به. ليس هذا فقط، مسؤولية البرلمان مسؤوليات كبيرة، يستطيع أن يحاكم الرئيس، يستطيع أن يحاسب الوزراء، يستطيع أن يسقط الوزارة. نحن أمام برلمان تاريخي هام للغاية. إذن الاختيار هام، ومن يمثل الشعب فيه أعتقد سيكون له دور هام للغاية، قد يكون دور تاريخي أيضا. يعني نحن نتحدث الآن عن برلمان قادم سيراجع القوانين والتشريعات القديمة وسيعدلها، سيشرع قوانين جديدة تسري عليك وعلى أبنائك من بعدك لفترات طويلة. نحن لدينا قوانين من 1923 و1910 و1908 لا تزال تعمل الآن عليك وعلى أسرتك وعلي وعلى جميع المصريين، وبالتالي نحن أمام تشريعات جديدة هامة للغاية ستستمر إلى أجيال قادمة. من يشرع هذه القوانين هو البرلمان القادم. البرلمان القادم عليه أحمال وأعباء كبيرة جدا. اختيار الأفراد الذين يمثلون الشعب في هذا البرلمان على درجة عالية من الأهمية. إذن لابد من التكاتف، لابد من التحالفات، لابد من الائتلافات أن تضع يدها في يد بعض للوصول في النهاية إلى برلمان حقيقي يستطيع أن يمثل قوى الشعب المختلفة.